من يقود القاطرة في هذا المؤتمر هي الحكومة العراقية. العراق حارب على مدى سنوات طويلة هذا التنظيم الإرهابي الإجرامي، وحارب نيابة عن العالم أجمع. صحيح أن هناك تحالف، هناك 74 أو 75 دولة ومنظمة تقف مع العراق لمساعدته في دحر هذه الجماعات الإرهابية، إلا أن الحكومة العراقية والشعب العراقي هو من حقق هذا الانتصار، وهو من قاد القاطرة في وقت الحرب، وهو من سيقودها في وقت الاستقرار والإعمار. فنحن نعمل بتنسيق كامل مع أشقائنا في العراق، مع الحكومة العراقية، لضمان نجاحنا كما عملنا سويا في دحر هذه الجماعات الإرهابية، أمن واستقرار وإعمار.